السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله وفي تمام صحتي والعافيه. اليوم نهار مميز ان شاء الله. طنجة وكاملين كنتسنا واحد بارديدو مهم ديال اتحاد طنجة في كاس العرش ضد جديده الدفاع الحسن الجديدي، لاعبين اليوم ان شاء الله. وغادي نمشي نتفرج ونشوفكم اجواء ديال الكامب بشكل عام. كاين الهضره كدور بان غادي يكون كامب عامر بحال ايام شحال هادي، ودابا جاتوني طالع عند ليما كاعده نمشي نقضي شي سفره. وخليكم معنا خوتي. هما الاربع كيكون السوق هنايا في ارض الدوله، كما كتشوفوا الاجواء التقليديه. هما الاجواء كتصور الناس اللي في الغربه اللي ما كيعيشوش هاد الاجواء هادي. كما تنظرون الدنيا عامرة. Moments later. كما تنظرون هذه خاصة بابن مكادا خوتي. بقات ابن مكادا بقى شحال هذه، يعني ديك النحاس وداك الشيء الدنيا جات كتخوى هنايا. حقاش ديك السوق اللي كان تاحت هنايا ما بقاش، وعملوا لهم واحد السوق ديال قرب الفوق. في كاس بلاصه جديده هنايا مور هاد الكرياج ديال الحديد هنايا كانوا ما بقاتش. دابا يمكن تطلع شي عمارات ولا شي ماركه تجاري، ما عارف شي بالضبط شني. او كما قلت لكم عاودوهم ديك اسواق بحال شغل الملاعب القرب، يعني عملوا واحد الاسواق ديال القرب كاين متاحس حدا في الاذاعه ديال بني مكان. المهم هنايا كاس بلاصه جديده وما بقاتش. بس هنا كما كتشوفوا اخوتي عملوا واحد الملعب ديال القرب رقم 50. هذه واحد بادره مزيانه بزاف عملوها هنايا في طنجه. تقريبا في معظم ديال الاحياء عملوا لهم واحد الملعب ديال القرب، يعني تشجعوا الدراري باش يمارسوا الرياضه، تسبلوا بالرياضه احسن من تسبلوا بشي حاجه اخرى. هذا رقم 50 هذا متواجد في مكان. ايوا سو الدراري نخليكم دابا رجعتوني نطلع في حالي الدار عمشي لشارقة في منصورة وتشوفوا من بعد. 346 minutes later. كم عاوتاني الدراري جبت دابا نمشي نقطع التيكي ديال بارديدو ديال اليوم ديال اتحاد طنجة مع الدفاع الحسني الجديدي في راس المنافسة في كأس العرش. غادي نمشي نقطع دابا على الله جبت باقي التيكيس. سو خليكم معنا اخوتي. ها هو التيكي اخوتي جبرتو باقي شفت التيكي ديالي، ودابا جبتوني نمشي واحد الصخيرة عاوتاني نقضيها في السوق الدريسية. وخليكم معنا ونشوفوك. كما كتشوفوا اخوتي الناس اللي توحشوا السوق الدريسيه هو هذا باقي كما هو، الغلا كما هو معروف هنايا صراحه بالغلا لحقاش. هما كيجيبوا الحاجه نقيه عاوتاني، ملي كيقولوا ان الجهه دي بحال معروفه ب كيقولوا الفارماسي اللي يعني هنايا اغلبيه الخضاره اللي عندهم الحوانس كيبيعوا الغلا عاوتاني. ما كيقولوا علاش ديك الغلا كاين لحقاش كيجيبوا حاجه مزيان، فهمتوا كيفاش يعني كيجيبوا الحاجه مزيان. وفعلا هي كتجيب الحاجه عندهم نقيه، و كان عندهم موالي محلات كيخليوك انك تعزل داكشي اللي خصك تهزو مثلا، ما فهمتش شنو كتخص تعرف داكشي اللي بغيت واخا الثمن غالي. المهم هادشي اللي كاين. ودابا عندو وحدة كالين تلي معروف هو هذا، ما خصنيش نقرب بزاف لحقاش مع الناس ما خصنيش نصور بنادم هو هذا مصطفى كالين. احنا رجعنا لكم عاوتاني. ها هي كتشوفوا صراحه حاجه هنايا نقيه، عندهم خضراوات والفواكه حاجه طازجه. احنا كنصوروها كما كتشوف نقا نقا خوتي عليها باش كانوا كيبيعوا داكشي غالي. هذا ما كان، وكان واحد السيد كومونتالي يمكن هو من الجاليه قال لي توحش السوق الدريسيه. الا شفتي هذا الفيديو هذا ديديكاس ليك اخي عامل ابو انس. ابو انس هذا اهداء لي لك كنتي توحش السوق الدريسيه. انا الخاو ديالي بحال اللي كتسارع على رجلك. هانتوما كما كتشوف شي واعر صراحه خيرات وربي. اخرجوا من 2000 years later. دري جبرتونا دابا شابرين طريق الكابو ان شاء الله انا والاخ ياسين ياسر والحامة ديالنا بحال بحال ان شاء الله. كنتمنى تكون شي مقابله مزيانه ان شاء الله وتكون لصالح ديالنا طبعا اتحاد طنجه ونجيبوا التاهل. وخليكم معنا حتى تشوفوا الاجواء ديال الكامبو والطريق وديك الشيء داخل كون يا خاوي شي حاجه خوتي. دخلنا بسلام دابا بغيتنا نطلع نشوفوا الموت تاعنا في الكامبو
صاحبي مشيت لقى واحد صاحب اخر عمل معاه يمكن غادي نشوف من هنا. صح انا تخص موطع عادي سلس هنا في ما تشري كاين وانا ملي ندخل نصوركم الكامبو من الداخل كيف عامل الاجواء. هي الداخله ديال الكامبو اخوتي اعلى نقطه كما كتشوفوا الدراري شبات الموطع ديالي هنا في كامبو في انتظار البداية ديال المقابلة ان شاء الله اللي كتمنى تكون في الصالح ديالنا. من الجهة اليسرى مايسترو الطنجاويين متألق حمودان يحاول يمر فرصة من جديد ضائعة رجعة الطنجاوية تصويبة ممتازة هدف أول في اللقاء الهدف الأول في اللقاء طنجة تسجل اتحاد طنجة مادي النغمي القادم من الجيش القادم من الجيش الملكي يسجل الهدف اليوم. هذه الجماهير اكيد انها سعيده 1-0 1-0 1-0 هنا بمدينه طنجه بالملعب الكبير. اشمل احتفاليه في المدرجات اشمل سيناريو في المدرجات اشمل طريقه شادونا محاوله والرغبه الجامحه اللي كانت كبيره كبيره بشكل واضح من جانب اللاعب اسماعيل بن معلم على مستوى التمرير. فرط كثيرا العامري في لاعب بقيمه تمرير من الجهه اليمنى قابلها ليست بالسهله حاول من جديد تصويبه الدراري كما كتشوفوا حتى الشوط الاولاني بواحد واحد والنتيجه هذه ماشي في صالح ديالنا كنتمناو يتضربوا جابوا لاعب الوريكا ان شاء الله ويكون شي فوز يا ربي كنتمناو يا ربي كما
ما شفت جامع اخوتي بارتيدو ما ربحنا شي كان ما تأهلناش صراحة. الكيبو ديالنا دايما خاوي بينا ما عرفناش اش عندو. كنت ما كنقولو هاد العام ديالنا كتوقع شي حاجة اللي عاوتاني كنرجعو ازير وعاوتاني نعاودو ما دازوش ولا ما تعرف المشكل ما يلو في المدرب واش من لعابة واش الزهار. هاد المدينة هادي باقي ما كسبش عليها تفرح بشي لاقا والله العظيم. ايوا كنقولو فيها خير وسلام. المهم اخوتي هنايا كيتسالى البلوك اذا عجبكم ما تبخلوش علينا باللايك لايك لايك فرحوني فرحوني بشي لايك بشي نساو هاد العصب التسيحات هادشي اللي كاين. وكنشكركم على الدعم اي واحد كيتفرج فينا اي واحد كيعمل جيم اي واحد كيكومونتي بالخير هادشي اللي كاين اخوتي وخليتكم على خير والسلام عليكم.